قبل يخلق الله آدم وقبل أن يخلق السماوات والأرض وش كان موجود؟ وش كان موجود؟ كان الله، الله وحده، كان الله وحده، ولم يكن شيء موجود، لا أنا ولا أنت ولا أبونا آدم ولا أمنا حواء، كلنا مستحدثين في الأرض، لا سماء ولا أرض ولا جبال ولا مجرات ولا كواكب ولا نجوم ولا حيوانات ولا بحار ولا محيطات ولا أي مخلوق ولا جن ولا ملائكة، كان الله ولم يكن شيء غيره. قال الله هل أتى على الإنسان حين إيش من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نعم يا رب، والله جاءنا فترة لم نكن موجودين، ما احنا بشيء، الحين بثبت لكم أننا ولا شيء في ملك الله سبحانه وتعالى. جاء وفد من اليمن الى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح، حديث عمران في البخاري، عمران بن حصين، قالوا يا رسول الله جئناك من اليمن، شوفوا وش يسألون عنه، وسلامنا على اهل اليمن، اهل اليمن والايمان والحكمة والعلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يخرجهم من هذه الازمة وان يكفيهم شرها الحوثية وشر هؤلاء، هذا البلاء الذي اصيبت به اليمن وغيرها. اليمن جاء وفد منهم الى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله جئناك نتفقه في الدين. قال اسألوا ايش تبون. قالوا نسألك عن اول هذا الامر ماذا كان. شفتوا سؤالهم، يعني قبل نخلق وش كان موجود على الارض. التفت الرسول قال سألتم عن امر عظيم، كان الله ولم يكن شيئا قبله، بس ما كان الا الله ولم يكن شيئا قبله. احساسك ان الله مالك الملك، كل شيء جديد مخلوق، الله جل وعلا خلق كل شيء، وإن قال الله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه. عرفت ايش معنى الله؟ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الرسول يبغى يزرع هالمعنى في الصحابة، صعد على المنبر وجمع الناس، ايها الناس، تجمعوا الصحابة واجتمع اهل المدينة، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. اول ما صعد المنبر، الحديث عند الامام احمد من حديث عمر رضي الله عنه، واخذ يقرأ وما قدر الله حق قدره، هذا الرسول، والارض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عبد الله بن عمر يروي الحديث، قال عبد الله بن عمر فرأيته يقبل بيده ويدبر، يقول فيقول ان الله يمجد نفسه، انا الملك، انا الجبار، انا العزيز، انا الاول، انا الاخر، انا الظاهر، انا الباطن. يقول حتى جلس المنبر يرتجف من قوة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن عمر حتى قلت سيسقط فيه المنبر، لان تعظيم الله سبحانه وتعالى امر عظيم. يقول الصحابة ينظرون، كان الكون عدما ولا يمكن ان يكون هناك الا الله سبحانه وتعالى، حالة الكون سكون حتى خلق ادم. يا جماعة تخيلوا مخلوق ادم اللي هو ابونا، كان الكون هذا ما له اي قيمة، لما خلق ادم دبت الحياة في الارض ودب الحراك فيها، بدأ الله الخلق بنفخة في ادم فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، وآخر الزمان تنتهي الحياة بنفخة، بدأت بنفخة وتنتهي بنفخة، فإذا نفخ في الصور فصعق إيش من في السماوات ومن في الأرض، كل من على السماوات ومن في السماوات والأرض كلهم ينتهون بنفخة واحدة كما أنهم بدأوا بنفخة واحدة. ولذلك الله يقول كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قبل شوية سولف مع الأخوان في السيارة، أقول جاء على بالي يوم القيامة وأنها لا محالة قائمة، والله سبحانه وتعالى سيجعل لها نواميس ويجعل لها مقدمات، لكن لازم نضع في أذهاننا أنها ستكون. هذا المعنى أن الله كان ولم يكن شيء يذكرنا بحديث النبي، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يا جماعة الحسن البصري يقول كلمة عن عمر جميلة بقولها لكم. يقول الحسن البصري يتخيل، يقول لك أني يوم القيامة
هذا حسن البصري يقوله، وكأني بالإسلام يأتي يتصفح وجوه الرجال. الإسلام، تخيل الإسلام إنسان مجسد ويمشي يشوف وجه الأول، يقول يتصفح وجوه الرجال فيقول: يا رب هذا نصرني، يا رب هذا خذلني، يا رب هذه المرأة نصرتني، يا رب هذه خذلتني. الإسلام يتكلم، يقول: فإذا بالإسلام يأتي عند عمر فيقول: يا رب، يا رب اسمعوا ما قلت، كنت غريبا حتى أسلم هذا الرجل، كنت غريبا حتى أسلم عمر. يا جماعة، يا جماعة، لو تصفحنا مو بالإسلام، لو المسجد اللي جنب بيتك ما بينك وبينها إلا عشرات الخطوات يتصفح أنت تصلي خمسة فروض في وقتها ولا لا؟ كان سجلنا الطوام والمصايب. يا جماعة، لو جلسنا نفتش جوالاتنا الآن لدخلنا على بلاوي ومصايب إلا من رحم الله، في روابط وفي محافظ خاصة. أنا أقول العودة إلى الله تنطلق إذا عرفت قيمة هذا الإسلام. يقول النبي: قمت ذاك اليوم فرأيت في المنام، صلى الفجر والتفت على الصحابة، قال: رأيت في المنام كأني بقصر عظيم في الجنة. الرسول يقول: شفت في المنام أني داخل الجنة ومررت على قصر كبير. شوفوا لحظة، أبغاكم تنتبهون. يقول: فقلت للملائكة: أهذا لي؟ من جمال القصر يقول الرسول: هذا القصر قصري؟ الرسول يقوله. قالوا: لا يا رسول الله، إنما قصرك أعظم من هذا. يقول: فإذا بجوار القصر جارية حرمة من حوريات الجميلات، قلت: قصر من هذا؟ قالوا: هذا قصر عمر بن الخطاب. يقول: فصددت بوجهي، ما أبغى أشوف الجارية. قال عمر: لما يا رسول، ليش لفيت بوجهك؟ قال: خشيت أن أرى الجارية وأنا أعرف غيرتك يا عمر تغار على النساء. قال: أو منك أغار يا رسول الله؟ القصر شابه الرسول في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرة رأيت رجلا يتوضأ بجوار القصر في الجنة، وهذا الرجل فوليت. يقول: رأيت رجلا في الجنة يتوضأ عليه الصلاة والسلام، أو رأى الجارية تتوضأ بجانب القصر في القصة الأولى. ثم قال رضي الله عنه: رأيت في المنام، في المنام أن الناس يعرضون علي. بوقف وقفة بسيطة. أنت يا أخوي أبو غربي، وانت يا ابو فهد، وانت يا راجح، وانتم جميعا، ومن يشاهدني، تخيل الان انك تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. اسألكم بالله، تخيلوا هاللحظة، تخيل الان يوم القيامة وانت جاي باسمك، انت يا بدر المشاري وانت يا اللي تشاهديني الان واقف امام الرسول، يقول: رأيت الناس يعرضون علي واحد واحد وعليهم قمص، كل واحد لابس قميص، والشكل يا رسول الله. قال: فمنهم من يصل الى ثدييه، قميص ما حتى غطى بطنه، ومنهم من يرتقي اعلى من ذلك، ومنهم بس عند رقبته زي الزرار، ومنهم من يأتي عريانا. يقول: فاذا بعمر ناظر، فاذا به يلبس قميصا يجره خلفه، عليه قميص مساترة مغطيه عمر. يقول الصحابة: فبما اولت ذلك يا رسول الله؟ نبغى نعرف التأويل. قال: اولت القميص بالدين. عمر دينه كبير، دينه كثير، ايمانه بالله قوي. والرسول يقول: يأتي يوم القيامة من يلبس القميص إلى الثدي هنا، ومنهم من أقل من ذلك، ومنهم من يأتي عريان. يا رجل، أسألك بالله، وأنت وأنا لو تقف الآن تقضي حاجتك أكرمك الله، ويفتح عليك أحد الحمام قمت فزيت، ما تبغى أحد يشوف عورتك، كيف يوم القيامة يقف الإنسان عريان ما في شيء يغطيك؟ اللي يسترك الدين. ولذلك قال الله: ولباس التقوى ذلك خير. اللباس هذا الثوب يسترك في الدنيا، والتقوى لباسك في الآخرة، تسترك يوم القيامة. من كثرت تقواه وإيمانه جاءته اللباس والقميص اللي يستره يوم القيامة. طيب اللي تكشفت وتعرت والتي نطلت الحجاب أصلا في الدنيا ولا في طاعة ولا إيمان، كيف سيكون حالها؟ ولذلك المؤمن العاقل اللي يلبس اللباس الحقيقي هنا بالإيمان والعمل الصالح وبما يرضي الله، اول النبي عليه الصلاة والسلام القميص بالدين الذي يجر خلف عمر. ولذلك النبي قال لعلي، قال لعمر: يا عمر، اني لأحسبك ان الله يجري الحق على قلبك وعلى لسانك يا عمر، فانت فاروق يفرق بين الحق والباطل. علي بن ابي طالب كم له من زوجة، تعرفون ولا ما تعرفون؟ تزوج كم زوجة؟ تزوجت، فضل، هو فاطمة واحدة من زوجات، لكن كم عدد زوجاتها كلهم؟ انتم يا المشاهدين جاوبوا بين بعضكم، ها؟ تزوج 10. اول زوجة تزوجها
فاطمة وما تزوج عليها احد. يوم خطط انه يتزوج عليها جاء خبر ان ابو لهب يقولها بزوجك بنتي. ابو لهب يبغى يقهر النبي صلى الله عليه وسلم، بس قال ازوجك ابنتي. عمه ابو لهب ترى عم النبي، ابو لهب ابن عبد المطلب، هو عم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال لي علي انا بزوجك بنتي، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يا علي، لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله في بيت واحد، لا يمكن. هذه يعد رسالة الحريم خليهم ينبسطون، ممنوع التعدد يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هالحالة احتراما لفاطمة. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول فاطمة لها مكانتها، سميت الزهراء. وش معنى الزهراء يا جماعة؟ انتم عرب والسيرة يجب نقراها بعمق، يعني زهرة حياته. انا اب وعندي بنات واعرف وش معنى قيمة البنت لما تقول زهراء، زهرة حياته، قيمة الراحة التي اجدها اجدها هنا. فسميت الزهراء، وقيل لانها كالوردة كالزهراء من جماله رضي الله عنها، وقيل لانها زهرة حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. طبعا تزوجها فاطمة، اول واحدة تزوجها علي. كم كان عمرها تزوجها؟ بسرعة انا ودي اسألكم لكن يضيق الوقت. عمرها 18 سنة تزوجها، وعمرها 18 سنة تزوجها. متى؟ قيل بعد غزوة بدر، وقيل بعد غزوة احد، يعني ما بين السنة الثانية الى الثالثة تقريبا في هذا التاريخ. ولما تزوجها عاشت معها تدرون كم سنة؟ قصة فاطمة وعلي اللي يسمعها كم سنة توقعون؟ 7 سنوات ونص. وترى عائشة خديجة او عفوا فاطمة ماتت صغيرة. كم ماتت فاطمة؟ عمرها كم؟ هي ماتت بعد الرسول بكم؟ لا ماتت بعد الرسول 6 أشهر. هي يوم دخلت على الرسول وهو يحتضر وقت الموت تقول علمت ان ابي فيه شيء. شلون دريت يا فاطمة؟ قالت كلما دخلت قام لي يوقف يقوم يفز. يا اباء يا اباء ضم بنتك، ضمها اليوم ما دمت حي لانها تشعر بحنان منك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم لفاطمة يضمها ويقبل رأسها. تقول فلما دخلت قلت السلام عليك يا رسول الله، تقول رد علي بصوت خافت فما قام لي، فبكيت علمت ان ابي يعاني، يعني فيه شيء، فاقبلت عليه. يعني زي تقول هسه ماشر ما بك يا ابي. تقول فناداني اليه فكلمني في اذني فبكيت، فلما رآني ابكي وارتفع صوتي تقول، يعني صاحت، قال تعالي يا فاطمة. تقول فقال لي سارني، قال لي كلام مرة ثانية. تقول فسكت وفي رواية ابتسمت. تقول عائشة كانت موجودة، عائشة قولي لي ماذا قال لك الرسول ذيك الليلة. قالت دخلت عليه فقال يا فاطمة اني اموت الليلة، فبكيت، فلما رآني ابكي ناداني قال يا فاطمة ان اول من يلحق بي من امتي انت، او من اهل بيتي انت. ولحقت بعد النبي، ماتت بعده ب6 أشهر. ماتت فاطمة رضي الله عنها وعمرها 26 سنة. القصة والتاريخ اللي تسمعونه والانجاز يا بنات، ام 40 و50 واللي اكبر واصغر، 26 سنة. لو نبغى نألف عن فاطمة الان مجلدات، مو في شمائلها، في اعمالها، والله ما استطعنا ان ننجز او ننتهي الى ما فعلته رضي الله عنها وارضها. شلون تزوجها علي؟ عشان نحرك مشاعركم الشباب للعرس. علي بن ابي طالب راح يخطب فاطمة. قبل يخطبها وش اللي حصل؟ راحوا 2 خطبوها. من اللي خطب فاطمة؟ هو شيء في 2 خطبوها وردهم الرسول. تستغربون هالكلام. راح ابو بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ابو بكر اني اخطب ابنتك فاطمة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم، منحرج النبي صلى الله عليه وسلم منه، صديقة وابو بكر الصديق. قال يا ابا بكر انها صغيرة عليك، يعني البنت صغيرة. وهنا الرسول راعى موضوع السن، وانا اقول مو بحرام انها تتزوج الصغير الكبير، لكن مراعاة السن. وانا اقول هذا وجهة نظري الشخصية، مراعاة السن، مراعاة الثقافة، مراعاة البيئة مهمة جدا بين الزوجين، لان مشاكل الطلاق اليوم اغلبها من عدم التوافق بين الزوجين. قالوا للرسول، قال لابو بكر البنت صغيرة، يا ابو بكر واعتذر اليك. وبعد اشهر جاء من يخطبها، عمر بن الخطاب. هم ليش خطبوها ابو بكر وعمر؟ هم يعرفونها صغير، يبغون نسب النبي، يبغون القرب اكثر من الرسول. فقال عمر يا رسول الله اني اخطب منك فاطمة. قال انها صغيرة يا عمر، نعتذر. ثم جاءت امرأة جارية، لقت علي جالس اعزب، وعلي كان فقير، ابوه كان من اوجهاء الناس
وجهاء سمعة وشرف لكنه فقير ما عنده مال. قالت يا علي لماذا لا تخطب فاطمة؟ قال فاطمة؟ قل يخطب بس لا تقول فاطمة. من يتزوج بنت رسول الله؟ يقول علي. قالت اخطب فاطمة فإن رسول الله يزوجك. قال لها ما عندي شيء، ما عندي شيء ادفعه. قالت اذهب الى رسول الله وسيزوجك. قال ترين هذا؟ قالت والله اني اشوف هذا رأي شديد. يقول علي فرحت لبست الجبة، يعني شخصت زي واحد راح يخطب. يقول يوم دخلت شفت الرسول ما عاد عرفت اتكلم. يقول هبته حتى لم استطع افتح فمي بكلمة. يقول فجلست. يقول قال الرسول ما الذي اتى بك يا علي؟ يقول ما قلت شيء. يقول جيت اشوفك بس. يقول فنظر الي النبي فقال يا علي اتيت لتخطب فاطمة؟ يقول قال لي مباشرة. قلت نعم يا رسول الله. قال وما معك؟ وش عندك تدفع لها؟ قال والله ما عندي شيء، والله اني جايين على قولتهم ما معي لا وراي ولا قدامي. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعلم ان عندك درع، عندك درع موجودة تحارب فيها. قال يا رسول الدرع ما يسوى شيء 400 درهم. قال ائتني بالدرع فهو مهر لفاطمة. هذه رسالة. اذا طرحنا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ودنا نخرج بعدة امور. اولا ان نخرج بحب هذا النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعي يقولون جاء رجل قال له ودي اشوف الرسول في المنام عليه الصلاة والسلام. فقال له الشافعي ابعطيك امر تسويه وبعدين ببلغك ماذا تصنع حتى ترى النبي في المنام. قال وشو؟ قال تقلل من شرب الموية، لا تشرب الماء، وحدد له مدة، واذا جلست او اردت تشرب الماء حط في الموية ملح، وبعد كذا يوم تجيني. فالرجل نشف ريقه والملح زاده على ما يكون حاجة الى الماء اكثر. فلما جاء الرجل بعد المدة التي حددت له قال له الشافعي ماذا فعلت؟ قال سويت اللي قلت لي. قال وش كنت تشوف في المنام؟ قال كل ما نمت اشوف انهار وموية زينة وموية عذبة. قال ليش؟ قال اني عطشان وبحاجة الماء. قال لو كان شوقك للنبي عليه الصلاة والسلام كشوقك للماء لرأيته في المنام. حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس ادعاء. يا مدعي حب طه لا تخالفه، فالخلف يحرم في دنيا المحبين. أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوينا، خذها سماوية خيرا تفوز به أو اطرحها وخذ رجس الشياطين. الأمر الثاني، نشر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا مهم بين الناس، وأن ننقي سيرته من الأخطاء. أعظم من تحدث عن رسولكم هو ربكم سبحانه وتعالى، فصلى الله على محمد. أكثر من 2672 موضع في القرآن تحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قرابة 1072 آية تحدثت عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. خمس القرآن تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأنفال تحدثت عن غزوة بدر. التوبة تحدثت عن أحداث تبوك. آل عمران تكلمت عن أحد. اقرأ تكلمت عن بداية البعثة. المزمل، المدثر، بل إن هناك سورة باسمه محمد. وبالمناسبة السور المتتابعة سورة محمد وسورة الفتح وسورة الحجرات كلها تعنى بالنبي عليه الصلاة والسلام، تتكلم عنه. يا جماعة هذا رسولكم، هذا نبيكم. لو دخل عليك رسول الله في بيتك كيف ستضيفه؟ أبو أيوب الأنصاري لما جاءت الناقة في الهجرة وبركت وكان الناس يتخاطفون زمام الناقة، كل منهم يريد أن يسعد وأن يحظى بضيافة النبي عليه الصلاة والسلام، قال دعوها فإنها مأمورة، اتركوها. بركت الناقة. لما بركت الناقة تقدم أبو أيوب أخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل به إلى بيته، ثم قال النبي دعوا الناقة توها، لأن الناقة ما بعد نزلت رقبتها، ينتظر حتى تنزل تأذن بمن يركبها أن ينزل من على ظهرها. ثم قامت وتقدمت ثم رجعت ثم بركت مرة ثانية في نفس المكان. فلما بركت النبي صلى الله عليه وسلم كان يبغى أصلا أبو أيوب الأنصاري، لا
لأنه من أخوال أبيه من بني النجار، ولكنه ما يبغى يجرح الناس من جبر الخواطر واحترام الأنصار اللي بايعوهم في العقبة. فلما أخذ رحله جاء بعض الصحابة: يا رسول الله انزل عندنا. فقال لهم النبي: الرجل مع رحله، يعني في هذا المكان. يقول أبو أيوب: ما أضفنا ضيفا أفضل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويحق لأبي أيوب. جلس الرسول في بيته شهر. وأنا بسألكم سؤال: لو قيل لأحدنا أن الرسول سيأتيك الليلة في بيتك ويجلس شهر، وش بتسوي في البيت؟ وكيف سيكون حالك في بيتك وصلاتك وتعاملك مع زوجتك وعلاقتك بربك وتعاملك مع أبنائك؟ تخيلوا بس هالمشهد، أنه عندك يوم واحد صلى الله عليه وسلم. وهنا القرآن يتحدث عنه. سورة محمد تتكلم عن إيش؟ سورة محمد ذكرت لفظ القبول، قبول العمل، من عدم قبوله 18 مرة. عنوان السورة القبول، قبول الأعمال باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء وفاة النبي، شوفوا من اللي كان عند الرسول في الحجرة؟ من يعرف يوم مات الرسول؟ من؟ عائشة. اللي كان في الحجرة عائشة. أقرب واحد كان عند الباب من هو؟ علي بن أبي طالب. طبعا من دخل على عائشة؟ دخلوا اثنين بس مو من المخلوقين البشر، دخل جبريل ودخل ملك الموت. تقول عائشة: سمعت النبي يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، فعلمت أنه يخير. تقول: فالتفت النبي فقال: هذا جبريل. جاء ومعه ملك الموت. جاء جبريل قال: يا محمد. عائشة ما تشوفهم، إن ملك الموت يستأذنك. عائشة تقول: فجلست في مجلسي وأعلم أن مع رسول الله في مجلسنا معنا جبريل وملك الموت. لو قلنا لك ملك الموت يدور معنا في المسجد، ايش بيصير فيك؟ كل يخاف من ملك الموت. ولذلك يقول نبسلم في الحديث الطويل، حديث جبريل، حديث أنس، يقول: لما عرج بي إلى السماء رأيت الملائكة يضحكون إلا واحد، قيل أنه ملك الموت وقيل خازن النار رضوان أو مالك. يقول: قلت: لما لا يضحك؟ قال: من شدة وهول ما يرى. ملك الموت ما يبتسم، أنا كل يوم ينزع أرواح. فدخل ملك الموت قال: يا محمد، إن الله يخيرك أن تبقى، أن تعيش فترة من الزمن يعني وتأخذ مفاتيح الخزائن، أو أن تلقى الرفيق الأعلى. قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. تقول عائشة: ثم قبضت روحه فسقطت يده عليه الصلاة والسلام وثقل رأسه على صدري، لأن الرسول بيت مات على صدرها. في الصحيح مات النبي بين حاقنتي وذاقنتي وبين سحري ونحري في رواية، فمات النبي هنا. تقول: فثقل، تقول من الهول من الموقف موت النبي ما عاد أقدر. تقول: ففتحت الباب، فيه باب من حجرة الرسول من غرفة عائشة يطلع على المسجد، ما يطلع معه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ففتح الباب، استغرب الصحابة. فلما فتح الباب فإذا بعلي بن أبي طالب عند الباب. تقول: فصحت في المسجد، مات رسول الله. علي بن أبي طالب هلع. موقف يا جماعة ترى مو بسهل. يقول الصحابة: والله رأينا عليا لا يستطيع القيام، ما يقدر يقوم. قوموه يبغونه يمشي، ما استطاع أن يمشي رضي الله عنه وارضاه في تلك اللحظة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. طبعا لما مات النبي من اللي غسله؟ غسله أربعة. منهم العباس وابنه يقال الفضل، وغسل أسامة، غسل عفوا أسامة بن زيد، وعلي بن أبي طالب. العباس ولده كانوا هم اللي يمسكون النبي ويديرونه حتى يغسل، وكان النبي يغسل بثيابه لأن لا ترى عورته، الرسول لم ترى له عورة ولا يجوز له أن يتعرى، لدرجة أنه كان يرفع البيت، يرفع ستار البيت حق الكعبة. فسقط رداء النبي، عليه رداء والرسول رافع يدينه، فسقط رداء وطاح الرداء، فجلس النبي في الأرض. قال عمه: لما يا محمد تفعل ذلك؟ قال: إن الله حرم علي أن أتعرى حتى إذا مت، إذا مت ما يتعرى. ولذلك النبي يوم مات ما خلعت ملابسه، غسل بثيابه. فجاءت العباس ولده هم اللي يحركون النبي عليه الصلاة والسلام، وأسامة بن زيد هو اللي يصب الماء، والذي يغسل جسده هو علي بن أبي طالب. أي شرف يا جماعة، أي شرف.
أي شرف تلقاه هذا الصحابي الجليل وصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. لما دفن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، علي بن أبي طالب كان يتغنى بأبيات، يقول محمد النبي أبي وصهري. شلون أبي؟ من يعرف؟ لأنه تربى في بيته. ولذلك يوم ماتت خديجة كان ومات أبو طالب، كان عام حزن على النبي وعلى علي. علي مات أبوه أبو طالب وماتت خديجة أمه اللي ربته في بيته، فكان يقول الكلمات محمد النبي أبي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي، يطير مع الملائكة ابن أمي. ثم قال وبنت محمد سكني وعرسي، مشوب لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فمن منكم له سهم كسهمي. يقول من منكم له سهم مثل سهمي؟ محمد أبي ترباني، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر أخوي من ابن أمي، وبنت محمد فاطمة يقول زوجتي وعرسي. من يتغزل منا في زوجته اليوم؟ يلا، هذا يقول وبنت محمد سكني وعرسي، مشوب لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد الحسن الحسين، وسبط أحمد ولداي منها، فمن منكم له سهم كسهمي. والله الشرف. فرضي الله عن علي وجمعنا به في جنات النعيم، إنه على ذلك قدير. علي فقير من شدة الفقر، يقول دخلت مرة لقيت الرسول جوعان وعلى أثره الجوع وقد ربط بطنه، يقول أصيب النبي بجوع. يقول طلعت أدور عمل حطوا بينها 100 قوس. تو قابلنا واحد، وحنا جايينكم اليوم مواقفنا واجد، وجلس حنا وقفنا قبل ندخل على القرية الأخوان يتقهون، فوقف واحد عندنا فقال لي يا شيخ أنا أبيع وأشتري وكذا. قلت له مو بعيب البيع والشراء، أنا أقول لعيالنا اللي جالسين في البيت علي بن أبي طالب طلع يعمل. يقول ليش؟ يقول أبغى أجيب لقمة يأكلها النبي وفاطمة. تخيلوا، بنت رسول الله سيدة نساء الجنة ما عندها شيء تأكله، ما في شيء تأكله. فراح يقول طلعت، يقول فذهبت فأجرت نفسي، جلست أشتغل عند رجل عنده مزرعة على أن يعطيني على عملي هذا كله 12 تمرة. يقول فرحت بها، خذيتها جيت أركض، فأتيت بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن شدة الجوع مرة يقول رحت إلى رجل، تعرفون هو يلبنون اللبن هذا الطين ويحتاجون يرشونه موية، يقول فذهبت أبلل اللبن هذا بالماء على أن أخذ 14 تمرة. يقول رأيت النبي جوعان، يقول فرحت وجبتها حطيتها، يقول قسمتها بيني وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فقال له النبي كل يا علي، قال كل أنت يا رسول الله، هو جوعان بس يبي الرسول يأكل. يقول فقام الرسول يأكل، يقول وأنا آكل، يقول أطلع الفصم، يقول أنا حطيت الفصم فيه، يقول حطيته عند الرسول يمازح النبي. يقول يا ملتفت النبي، قال أم تأكل؟ قلت يا رسول الله أنت تأكل كل هذا أكلته من باب المزح، كل ذا التمر كليته. قال الرسول التفت لي قال وأنت أكلت التمر بنواتها يعني كليتها بالفصم حقها يا علي بن أبي طالب. وهذا أيضا فيه دلالة على ما كان بين النبي وبين علي. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. قالت نرجع إلى مكة، لأن مكة هي مركز العلم. اللهم إني نذرت لك محمد ليجمع به الأمة على علم يتعلمه. قرضت ورجعت. لما رجعت كان عمر الإمام الشافعي 3 سنوات، ورجعت إلى مكة، وقفت عند الإمام مالك عند الإمام الشافعي لما بلغ 4 سنوات. قالت يا بني يا محمد، مات أبوك وأنت يتيم ونحن فقراء، وأنا لم أتزوج من أجلك. الله يجزى بعض الأمهات خير الجزاء. وأنا أقول الأبناء اللي مات أبوه وأمه تركت الزواج بقيت لتربيه وتربي إخوانه، قبل يديها ورجليها. يقول العلماء إذا مات الأب انتقل حقه للأم. الأم حقوقها 3 والأب حقه 1. قيل من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وفي رواية أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك فأدناك. إذا مات الأب الحق حق الأب الدنيوي ينتقل للأم. كيف إذا ضحت الأم من أجلك، تركت الزواج وتركت كل شيء، الله يجزاهم عنا خير الجزاء.
ولذلك ينتبه لهذه النقطة. تقول يا بني انا فقيرة وارملة وانت ايضا كذلك يتيم، تركت الزواج من اجلك. يا بني اسمعوا، تكلم واحد عمره 4 سنوات، 4 سنوات، حنا لجينا الان، تكلمك واحد عمره 15 سنة، تقول ما يختوه بزر بزر، ابو 20 سنة بزر، تقول راح جيب خبز ما يفهم، تقول راح جيب سباك ما يعرف، تقول راح ما مصيبة. هذا تقول له يا بني، يقول الامام الشافعي يوم كبر يقول لازلت اذكر حينما امسكت امي اذني قالت يا محمد نحن فقراء وانت يتيم وانا ارملة، مات ابوك، تركت الزواج من اجلك، يا محمد اني نذرتك للعلم لعل الله ان يصلح بك امة محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا الرسالة اللي عند الام، تقول انا ما قالت والله انا خايفة عليك ابغى شيء احد يكد عليك، ابغاك انا نذرتك لله ابغاك تتعلم، عندي هدف، تسمع اسمعني من 4 سنوات ابغى ان الله يجمع بك الامة. طلعت لنا الشافعي رحمه الله تعالى، الله يجزاها عنا خير الجزاء، هنيئا لفاطمة بنت عبد الله الازدي اللي لازلنا ندعو لها بعد القرن الثاني الى اليوم، لانها اخرجت لنا اماما كالامام الشافعي. المهم الولد ما عنده مانع يبغى يدرس، لكن وين الفلوس؟ ما فيه، فقر، ما فيه مادة. قالت يا بني، قصة كفاح، نذهب الى مكة. المهم لما دخلوا الى مكة قالت تذهب الى الكتاب، الكتاب يعلمونها الكتابة والقراءة، لكن مشكلتها تقول ما عندها فلوس، واللي يعلم الكتابة يبغى دراهم ياخذ اجرته. في يوم دخلت على المعلم قالت علم لي هذا الغلام، قال هاتي المال، قالت والله لا املكها، انا اناشدك الله ان تمهلنا، درسه بسددك بعدين. قال يدخل وبعد كل 3 ليال، كل 3 ايام تعطيني، هم يعطونا كل يوم اجرة يومية. قالت انت درسه وانا بجمع. شوفوا حرصها، فقيرة ما عندها ما تدفع حتى تدرس ولدها هذا. تقول فلما دخل ابني هو يجي يبكي يقول يا امه اني اجلس عند المعلم فلا يلتفت الي مهمني، ويدرس عيال الاغنياء اللي دافعين له فلوس، اما انا عشاني فقير ثيابي مقطعة ولا دفعت شيء فانه ينظر لي ولا يدرسني ولا يعلمني. قالت له الام شوف العقل، يا بني كن ذكيا، اذا سمعت معلمك يدرس ابناء الاغنياء فاقترب منه، خليك قريب، فاسمع ما يقوله الى الطلاب فاحفظه. لكن شوف ايش قالت له، قالت بشرط الا تتطفل عليه، لا تشعره انك تتطفل عليه، ولا تضايق من له حق في طلب علم منه. تقول لا تتطفل، تأدب مع المعلم ولا تاخذ حق غيرك. يقول ورجعت واذا شفت المعلم جلس عند عيال الاغنياء قربت حوله واسمع. وكانت ميزة الامام الشافعي شدة ايش؟ الحفظ. يقولون كان من شدة حفظه اذا فتح الكتاب كذا صح، يقول يسكر الجهة هذه عشان ما يحفظها، لان اذا راحت عينه هنا حفظها من قبل ان يقرأها. يقول مرة شاف له طرف ساق، مو بساق يعني طرف رجل امرأة، مو بقاصد، مرت امرأة وشاف طرف رجلها، يقول فنسي سطرا ورحت اشتكي الى وكيع، وكيع معروف احد المحدثين في وقته ومشهور، والبيتين هذه والقصة مشهورة. قال شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، وقال اعلم بان العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. لكن الله يصلح حوال المسلمين. النظر يا جماعة والمعصية تحرم الانسان خير عظيم وفضل كبير. ولذلك اللي يدخل في وحل ظلمات المعصية وان يفتح النظر لما شاء وكل جوارحه هذا مسكين. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. طيب يا ام وش اسوي؟ قالت له اذهب اجلس تعلم اسمع. المدرس يتركني، قالت اصبر. لكن شوفوا ايضا الكلام، تقول لا تكن ثقيل على المعلم. انا اقول ترى المعلم له حق علينا، اولا انا الحقيقة احيي المعلمين والمعلمات اللي درسونا ودرسوا اجيالنا. انا اشوف بعض معلميني الله يمسيهم بالخير، يمكن بعضهم يتابعنا، اذا رأيته اليوم اقبل رأسه وافرح به. يا جماعة علموا الابناء احترام المعلم، كنا نحفظ وحنا صغار الى اليوم نحفظها، قم للمعلم وفيه تبجيل، كاد المعلم، وانا ما اقول يكون رسولا،
لكنه يكون ان شاء الله قديرا كبيرا. اقول احترام المعلم مهم، حتى التعليم، قيادات التعليم في العالم اقول لهم ان المحور الرئيسي الذي تدور عليه منظومة التعليم هو المعلم. المعلم سواء ذكر او انثى، رجل او امرأة، اذا اعطينا المعلم حقه وقدرناه قدره فانه باذن الله سيكون خير. زي اللي عندك مصنع، هذا المعلم هو مهندس هذا المصنع، هو الذي يخرج الابناء والاجيال ويضع في كل وعاء لابنائنا ما فتح الله عليه من تربية ومن علم ومن عطاءات. فعان الله المعلمين وسددهم ولهم حق علينا الاحترام والتقدير. طيب دخل هذا بدأ الان يتسمع الامام الشافعي، صار يحفظ شوي، صار من احسن الطلاب. اذا جلس يسأل الشيخ في الطلاب اول من يجيب محمد هذا الصغير. لاحظ المعلم ان محمد عنده قوة حفظ غير طبيعية. شوي بدأ يشرح لزملائه، اذا راح المعلم قالوا يا محمد احنا ما سمعنا توش قال، يبدأ يعلمهم كأنها كراسة الحفظ. اعجب المعلم بمحمد في ذلك السن فقال له يا محمد شوفوا كيف ان الله يسهل الامور، وش رايك اذا طلعت انا وانشغلت تدرس العيال ولا تدفع امك الاجرة. وراح يركض من الفرحة، يا امي ان المعلم قال لي تعال درس الاولاد اذا ماني موجود ولا عد تدفعون الاجرة. قالت الحمد لله، الم اقل لك يا بني اصبر فان الله مع العلم واهله. وبدأ الامام محمد في ذلك الوقت صغير، تتكلم على هو طبعا مكث عند هذا المعلم من 4 سنوات الى 7 سنوات، تعلم الكتابة وتعلم القراءة وحفظ القرآن الكريم ابو 7 سنوات، وتعلم علم التجويد. يقولون من اجمل الاصوات صوت الامام محمد الشافعي، كان اذا قرأ في المسجد ودخلوا الناس يدخلون المسجد صغير يقفون خلفه يوقفون يتسمعونه، يقول ويبكون من جمال قراءته وتلاوته. ما اجمل ان تكون في بيوتنا، ان يكون في بيوتنا عشرات من عيالنا الحفاظ البنات والبنين. يا جماعة بعض عيالنا ما يحفظ جزء عمه، انا ترى اتعمد عندكم اقرأ السور القصيرة قصار السور او بعض الايات التي تكون سهلة، لان جاءتني على الخاص في الرسائل بعض الاخوات يقول يا شيخ حاول تقرأ السور اللي تتناسب مع العامة، ترى في عوام وفي صغار يرددون معاكم، وهذه لعلكم تلاحظونها ايضا انتم في الايام المقبلة، ان يقرأ خاصة في الصلوات ما يمكن ان اغلب، انا ما اقول اغلب ما عندي احصائية، لكن يجتهد ان في عدد كبير ممن يتابعون من العوام ومن الشباب ومن الصغار. حنا بحاجة، بعض بيوتنا ما عندنا عيالنا متخرجين من الجامعات بعضهم ما يحفظ الجزء العامة. يا جماعة هذه مصيبة، مسلم اذا جلس يقرأ عليكم التكاثر ضيع. النسيان وارد حتى على الائمة والحفاظ، لكن عدم الحفظ هو الخطأ. مصيبة انك تشوف لك مسلم ما يحفظ حتى جزء عامة. عيالنا طيب اللي نقول بعض الشيبان والكبار ما تعلم ولا يقرأ ولا يكتب، لكن الابناء الشباب الصغار لماذا لا يحفظ؟ يحفظ فقط المنهج الدراسي المقرر سورة سورتين وخير وبركة، لكنه خلاص استوب وقف ولا عاد يتجاوز غيرها. هذا خطأ، انا اقول ينبغي ان نتعلم. الامام الشافعي رحمه الله تعالى عنده هم، كم عمرك الان يا شافعي؟ 7 سنوات، عندي قرآن، عندي قراءة، عندي كتابة، عندي تجويد. طيب وش باقي؟ باقي مرحلة ثانية، باقي تتعلم التفسير. تقول لهم حفظت القرآن؟ قال حفظته. قال تهدأ اصبر اصبر هون عليك يا حبيبي، بقي تفسيره وبقي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان فيه عالم معروف ومشهور اسمه سفيان بن عيينة في مكة، هذا من علماء التفسير، اذا حدثت ورويت عن سفيان بن عيينة في التفسير فقد حدثت عن سلسلة ذهبية عظيمة. فدرس على الامام سفيان التفسير كله، ودرس الحديث على الامام مسلم ابن خالد، هذا محدث من كبار المحدثين بل كان مفتي مكة في ذلك الوقت امام الحرم. يقول بقيت معهم من سنة 8 إلى 13، يقول حفظت الحديث كله اللي عندهم في ذاك الوقت، وحفظ التفسير وعلمه كله، والله ما مررت على آية الا عرفت تفسيرها. شوفوا يا جماعة 13 سنة، لو تقول ندوا واحد الان مش معنى في جيدها حبل من مسد ما عرف ايش جيدها، ولا لو قلنا الصمد ما عرف ايش معنى الصمد.
ولو سألنا السور نقرأها يوميا نحفظها. أبناؤنا هذا الإمام الشافعي 13 سنة كتابة قراءة قرآن تجويد تفسير أحاديث سنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن حول العرش حول العرش عرش الرحمن منابر من نور. ولك أن تتخيل منبر كله نور، هو مو معلق فيه أنوار، هو نور، وقيل أنه مخلوق من نور. إن حول العرش منابرا من نور عليها قوم على هالمنابر لباسهم نور، اللباس اللي لابسينه من كرم الله عليهم من نور، وجوههم نور كما قال عليه الصلاة والسلام، ترى مو بأنبياء ولا رسل ولا ملائكة ولا شهداء، قال النبي ليسوا بأنبياء ولا شهداء، لكن طيب قال يغبطهم النبيون والشهداء. الأنبياء يغبطونهم، ليش؟ قال يغبطونهم على مكانتهم وقربهم من الله. طيب وش السبب؟ منابر من نور، مجالس من نور، ثياب من نور، نرجع لك إن شاء الله، وجوه من نور، هذا كله لماذا يا رب؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة اشتاقوا، قالوا يا رسول الله صفهم لنا، وشهم هذولي اللي نور في نور ولباس نور وجيه نور، ولهم نبيين ولا شهداء ولا رسل؟ قال عليه الصلاة والسلام هم المتحابون في الله والمتجالسون في الله والمتزاورون في الله. فأشهد الله على محبة اللي خلف الشاشة جميعا وعلى محبتكم جميعا. هذه أعظم نعمة، ترى النعمة الحقيقية اللي الله سيهبنا نورا هو أننا جئنا لا يربطنا نسب ولا حسب ولا رحم، والله ما جئنا من أجل دنيا ولا من أجل شاشة ولا من أجل شهرة ولا من أجل معرفة. الله يعلم نياتنا، أن هدفنا إصلاح أنفسنا وإصلاح إخواننا. قال عليه الصلاة وقال أحد الأنبياء إن أريد إيش إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا إيش إلا بالله. وبعدين ابن القيم يقول كلمة حلوة، هذه بشارة للي خلف الشاشات، الله يكثر خيركم. قال ابن القيم أكرم الناس وأحب الناس هم الذين يمكنك من نفسه أن تزرع فيها الخير. ترى اللي مكنك جلس الآن خلف الشاشة، أنتم تحسبون الناس فاضيين؟ الناس بعض الأخوات والأمهات والزوجات عندها بيتها وشغلها وطبخها، وعندهم بكرة مدارس وجامعات وكليات واختبارات وموظفين ودوامات وتجارات، لكنه جلس مو لأجل فلان بدر المشاري، لا، هو جلس محتسبا أنه في روضة من رياض الجنة، يبغى يسمع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. حنا في السنة الرابعة، الحمد لله جمعتنا محبة الله، جمعتنا محبة الله، انتم كل منكم من قبيلة، ومعنا بعض الاخوة يمكن من السودان ومن مصر ومن اليمن ومن الاردن ومن عمان ومن الامارات ومن الكويت ومن السعودية، ومن واللي يشاهدنا يمكن حتى في اوروبا يشاهدوننا. فنشهد الله على محبة كل من قال لا اله الا الله. هذا المحراب يشهد بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل 4 سنوات، ثم جلسنا في نفس هذا المكان وتحدثنا عن الوزراء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، ثم تحدثنا العام الماضي عن الحسن والحسين والأئمة ورثة الأنبياء، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد. أحداث ومواقف، تدرون شو أتمنى اليوم؟ أمنية، أمنيتي في هالمكان مثل أمنية عمر. عمر بن الخطاب دخل على الصحابة وهو خليفة، كانوا في مجلس، فقال لهم عمر رضي الله عنه وهو يتكلم معهم، قال لهم ماذا تتمنون؟ وش تتمنون؟ قال واحد من الصحابة تمنيت أن في هذه الدار مملوءة ذهبا فأنفقها في سبيل الله وأتصدق بها. ما الإجابة جيدة، والصحابي ذكر كلاما جميل، قال عمر وش تتمنون؟ أنا مو بهذا اللي أبيه. قال واحد ثاني يتمنى أنها ملئت زبرجدا ولؤلؤا واتصدق فيها وانفقها في سبيل الله. قال ماذا تتمنون؟ قالوا يا عمر علمنا انك تريد امنية غير امنياتنا، وش تريد يا عمر؟ قال والله لو تمنيت، يقوله عمر، لتمنيت ان تملأ رجالا كابي عبيدة ابن الجراح
وكحذيفة بن اليمان وكمعاذ رضي الله عنه. يقول ابغى رجال، ابغى رجال، مو فقط لانهم رجال، رجال كانوا يتلقون القرآن ويعملون بالقرآن. يقول فمررت على قبر ابي فقالت امي هذا قبر ابوك. يقول فوقفت عند قبري فبكيت وكأني به يبكي صلى الله عليه وسلم، يقول ليتني رأيتك. ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رجعت، يقول احنا في الطريق تتكلمون على ولد عمره 6 سنوات، 6 سنوات، انا اناشد ابنائي الاحباب الايتام اللي فقد ابوه واللي فقد امه، الله يجعلهم في جنات النعيم ويغفر لهم ويخلف عليك يا بني، لكن اصبر وشوف رسولك عليه الصلاة والسلام. هذا الرسول يقول نحن في طريقنا مرضت امي، مكثنا عند اخوال ابي شهرا، ثم مرضت امي عندهم فقامت فتحاملت على نفسها ومشينا. يقول فسقطت علينا في الطريق بين مكة والمدينة، ما معهم الا جارية، هو جارية والام. يقول فسقطت ثم كانت تلفظ انفاسها الاخيرة. يقول النبي فجلست تلفت، صغير طفل، ومعهم الجارية ام ايمن اللي قال عنها الشاعر يا ام ايمن قد بكيت واننا نلهو ونلعب دون معرفة السبب الى اخر الابيات. يقول فتقدم، يقول فاذا بامي ترفع يديها ثم ضمته عليه الصلاة والسلام فماتت. ولك ان تتخيل طفلا رأى قبر ابيه وامه تموت بين يديه. يقول فجلست انا والجارية نحفر قبرها 3 ليال حتى حفر قبرها ثم دفناها. تقول الجارية فبكى صلى الله عليه وسلم. يقول بعد 50 سنة يقول فاستأذنت ربي وانا ذاهب الى فتح مكة ان ازور قبر امي فاذن لي. فلما وقفت على قبره يقول ابو بكر والله ما منا احد مع رسول الله الا بكى من بكائه وهو ينظر الى قبر امه. قال بعض الصحابة كان برسوله يقول يا ليتها ماتت على الاسلام، لان ام النبي صلى الله عليه وسلم وابوه ماتوا على الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر يقول فاستأذنت ربي انا استغفر الله فلم يؤذن لي، لكن اذن له ان يزور قبر امه. ولذلك انا اقول لعيالي الايتام الذين فقدوا ابائهم وامه اصبروا صابروا ورابطوا واتقوا الله، واعلموا ان ما فقدتموه في الدنيا ستجدونه ان اصلحتم انفسكم في الاخرة. الله يغفر لهبائنا وامهاتنا ويجعل مثواهم الجنات جنات النعيم. اللهم اني اعلم ان في بيوت المسلمين اليوم من فقدوا امهم او فقدوا اباهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم واجزهم عنا وعن تربيتنا خير الجزاء يا رب العالمين. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام مع جده، النبي الابن وهو يقف كذلك على القبر، والنبي عليه الصلاة والسلام الاب. شوفوا التعامل مع فاطمة. فاطمة تقول والله ما دخلت على رسول الله، في البخاري، ما دخلت على رسول الله الا وقام من مكانه فابتدرني، يعني تقدم مباشرة، تقدم لي وقبل ما بين عيني واجلسني في مكانه. من الاباء يفعل هذا؟ يا اخي احتضن بنتك، قبلها، قل لها احبك، دلعها، قل انت زهرتي، انت وردتي، انت عمري. هذه من الكلمات الطيبة التي تجعلها تتقرب اليك. هذا فعل النبي. تقول الا مرة واحدة دخلت عليه فما قام، فوالله اني علمت انه ما قام الا من اذى قد اصابه وكان مرضه الذي مات فيه. تقول دخلت عليه فما قام فاقتربت منه فاذا بالحمى في جسده عليه الصلاة والسلام. ثم قال يا فاطمة تعالي. تقول فكلمني رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم بكت ثم دعاني مرة ثانية فسارا، يعني سر. ثم تقول ابتسمت. تقول لما ماتت تقول عائشة سألتها قلت يا فاطمة كلمك رسول الله قبل موته فابتسمتي ثم كلمك فبكيتي؟ قالت اما المرة الاولى اخبرني انه سيموت فبكيت على فراقه، واما الثانية اخبرني ان اول من يلحق به من اهله انه انا. وبالفعل ماتت فاطمة بعد وفاة النبي ب6 اشهر، النبي عليه الصلاة والسلام. ان عمر عمل صاحب الحضارة، النبي صلى الله عليه وسلم بدر واسس، وجاء ابو بكر وعمر فبنوا،
هذا البناء الذي بنته الأمة إلى اليوم، ولذلك بدأ وتحرك في المدينة واشتغل. يا جماعة الدولة فقيرة، ما كان في موارد، الميزانية كانت، تعرفون أبو بكر رضي الله عنه دخل في حروب الردة ولا لا؟ 11 معركة قادها أبو بكر، فلست الدولة. عشان تعرفون كم الميزانية، تعرفون عمر كيف استلم البلد؟ عمر لما جاء أبو بكر يموت التفت على عائشة قال يا عائشة كم لأبيك من مال؟ قالت مالك شيء، فلوسك خلصت. قال كم في بيت مال المسلمين؟ قالت درهما واحدا يا أبي، درهم. عمر بن الخطاب استلم الدولة وميزانيتها درهم، وكانت منتهية من حروب الردة 11 حرب. لك أن تتخيل هذا المشهد السياسي، مشهد سياسي. عمر بن الخطاب الآن في موضوع ضخم وموضوع خطير أمام خزنة البلد، ولا راح يأخذ قروض. قال عمر بحط فكرة، شوفوا أفكار عمر، أربعة أشياء صنعها عمر، وهذا من إبداعات الإسلام. ما راح غش ونقل حضارة الروم الرومان أو حضارة الفرس وقال والله ترى هذه، لا 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 لا، أتى بشيء هو الذي ابتكر رضي الله عنه. الأمر الأول وضع فكرة الوقف. يمكن أنت عندك مزرعة، لو جاء عمر قال عطنا مزرعتك تكفل المسلمين، قلت يا أخي ما أقدر. قال اسمع يا فلان، هذه المزرعة لك وهي باسمك، نبغاك توقفها سنتين، يأخذ المسلمون ريعها وأصلها لك وهي لك، ولك أجر عند الله عظيم، وأولكم أنا، لقد أهداني رسول الله أرضا في خيبر يوم فتحت خيبر، والله إني أوقفها اليوم لله كلها وما فيها. فجوا الصحابة كل واحد يحط أرضه ويحط وقفة. هذا عمر يريد أن يؤكل الناس، قال وإني أوقف ريعها. شوفوا الفقه، هذه وزارة الأوقاف، أول واحد حط وزارة أوقاف عمر بن الخطاب، قال وإني أوقف ريع هذا الوقف إلى كل مريض من المسلمين. هذا التأمين الصحي. شوفوا كيف عمر وتخطيطه وبعده وبعد نظره. فلما أمل للناس هذا الموضوع وجهز لهم، بدأ الناس يأتون من كل مكان وبدأ يحط سجلات، وقال وكثرت الأوقاف على عمر، أصبحت كثيرة. قال يا أبي يا بن كعب، أنت مسؤول عن الأوقاف، وأي مريض من المسلمين في أي بلد تحت خلافتي تعالجه من ريع هذه الأوقاف. ولو بنحكي عن مستشفيات العالم اليوم ومصايبها، جلسنا نحن ونرن على قرتهم ونبكي، ولكن احيانا لا تنفع الشكوى. لما كثر الوقف ايضا وصار ريع الوقف حق الصحة كافي، يعني يكفي المرضى، بدأ يزيد المال الوقف. قال ضعوه للتعليم، نبغى نعلم الناس، ما نبغى حد جاهل. وانا قبل كم يوم سويت في السناب حقيقة مع اليوم العالمي للغة العربية، قلت يا جماعة اول آية نزلت على رسولنا اقرأ، ومن اوائل السور نون والقلم وما يسطرون، اقرأ واكتب. لغتنا حضارتنا ما تقدر تقابل حضارة الا بمحتواك. وش محتوانا حنا؟ حنا محتوانا الكتاب والسنة، لغتنا العربية نفتخر بها. الثعالبي في فقه اللغة لما تكلم قال من احب، شوفوا، من احب الله احب رسوله، ومن احب رسوله احب لغته، ومن احب لغته احب العربية، يعني اللغة العربية. اللغة العربية لغتنا، والعلم عاد هذا باب آخر، ولذلك تعلموا. أنا مما قرأته قديما في تويتر وأعجبني وأقوله وله مني، لكنني أنقله كما قرأته. يقول لا لتكن أول من يعلم ولدك الفاتحة، لا تخلي غيرك يعلم ولدك الفاتحة. حنا عندنا عيالنا أبو 5 سنين وست سنوات قبل يدخل المدرسة، بعض عيالنا، وأنا أقول الأمهات الآن، ما يقرأ ولدها الفاتحة، ويدخل المدرسة ويعلمها المعلم أو المعلمة الفاتحة، جزاه الله خير. لكن اللي راح يكسب اجرها الفاتحة منه؟ المعلم، كل ما قراها. انت علم ولدك ولا انت علمي الفاتحة؟ حتى كل ما قال الحمد لله رب العالمين تكون اجورها لك او له، للاب او الام. كن اول من يعلم ابنك اصول الدين الثابتة، علمه كيف يصلي، على اساس كل ما قال الله اكبر كل ما صلى ركعة بدأ اجرها اليك الى 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 قيام الساعة. ثم فرض عليهم زكاة زيادة. عقول عمر يزيد شيء يبتدع في الدين؟ لا لا، ما يبتدع عمر. عمر عنده مقاصد شريعة. معليش، انا اليوم الحلقة الماضية تكلمنا عن جوانب ايمانية، انا مضطر اليوم اتكلم عن جوانب تنموية حتى تكون الشخصية متكاملة، لان بعض الناس خاصة اخواتي المشاهدات يحبون القصص اللي فيها نوع من الوعظ والتذكير القلبي، وهذا جزء طيب. انا اليوم اتحدث عن جانب مهم، واحيانا الكلام هذا يكون في نوع انا اسميه كلام جامد، لكنه عملي، عمل يعني نحتاج ان نطبقه في يوم من الايام.
انا اليوم بين مادة اللي حطيتها تو في السيارة كثر هذه، بين مادة عن عمر بن الخطاب لو اردت ان اتكلم ولا ابالغ 90 حلقة بس عن عمر والله ما وفيت حقه. وانا اقولها عندي مادة بالمناسبة اللي يبغى يطبعها من الجهات المكتبات، مادة عن عمر تخرج على الاقل في 4 مجلدات تتكلم عن شخصية عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عمر بن الخطاب لما جاء مقاصد الشريعة الخيل، الخيل في عهد النبي ما كان عليها زكاة، قال عمر واجعلوا زكاة على خيلكم. كيف يا عمر؟ الرسول ما اخذ عليها زكاة، هو قاسها على ان اي شيء له علاقة في التجارة من عروض التجارة ان عليه زكاة. في عهد النبي الخيل ما كانت تباع وتشرى، اما الان وقد كثرت الخيول صارت تنباع وتشترى، الان عليها زكاة، وبدأ المال يفيض على المسلمين. ايضا من الاشياء التي فعلها عمر رضي الله عنه اللي هو المصدر الثالث، انه رضي الله عنه وارضاه قال احموا ارضا، حط ارض حط عليها سور محمية. وشو لها يا عمر؟ قال نحميها ولا يدخلها احد، هذه من حماية البيئة مثل المحميات الموجودة، فاذا كثر خضارها انبتت. يقول لي ابغى يرعى ابله ولا حلاله من الغنم عندنا يجيبها، لكن بشرط ما انتجته يعني ما ولدته هذه الاغنام والابل لنا نصيب منه. الناس افرحوا لان كانت كان حلالهم يموت، فوضعوها في المحمية وبدأ عمر ياخذ نتاج او شيء من نتاج هذا الابل وهذه الغنم. فعمر بن الخطاب هنا جلس يضع رضي الله عنه وارضاه اسس حتى يجمع ويحمي للمسلمين ما ينفعهم باذن الله سبحانه وتعالى في اموالهم وفي الصرف كذلك عليهم. اذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع ايضا بيت مال للمسلمين، وهذا بيت المال هي وزارة المالية، وحط سجلات وقال اعطوني احصائيات عدد الاطفال عدد الجنود عدد الارامل عدد المتزوجات عدد كبار السن عدد البنات اللواتي لم يتزوجن عدد المطلقات، وضع احصائيات متكاملة. ثم وضع ايضا ثروة حيوانية، بدأ يقول لهم رضي الله عنه وارضاه وش عندنا من الابل، كم عدد الابل، كم عدد الغنم، ماذا عندنا، فبدأ يضع احصائية ويأمرهم متى يذبح الغنم ومتى يذبح الابل، ووضع شيء من الترتيب والتنظيم الذي يكسب سوقا قوية في ارض المدينة على نبينا افضل الصلاة واتم السلام. ايضا عمر بن الخطاب حط الشفاء بنت عبد الله تراقب السوق. وزارة التجارة وظيفتها مو فقط تضع برامج تجارية بل تراقب البيع والشراء، وحنا بالمناسبة هنا نشيد الحقيقة بجهود وزير التجارة في بلادنا، ونقول نتمنى ايضا نتمنى ان تكون التجارة فيها نوع من الرقابة حق المستهلك وما يحتاجه الناس، ولا يكون فيه نوع من الاحتكار، وهذا جزء يحتاجه الناس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل يتكلم عن وضع رواتب، تعالوا بنحط راتب لكل موظف، وكل واحد انت كم عندك من عيال 5، كل واحد يصرف له راتب، لكن الناس اللي يصرف لهم رواتب على حسب انجازك. كم تعمل يوم في الساعة انت او ساعة في اليوم؟ 5 ساعات مثلا يعطى مثلا كذا، 6 ساعات يعطى اكثر. وبدأ عمر، لان الشيوعية وش سوت الشيوعية؟ الشيوعية كان اللي يعمل اللي ما يعمل تعطيه راتب واحد، فخملت الناس. عمر قال لا لا لا، هذا الكلام مو بعندي، اللي يعمل اكثر ياخذ اكثر رضي الله عنه وارضاه. واعلى راتب وضعه تدرون لمن؟ اعلى مرتب اعطاه مين وكم؟ من يعرف؟ لا، هو حط رواتب، اعلى ناس خذ رواتب من؟ اعظم راتب حطه لامهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وعطاهم 1000 درهم. قالوا الناس ليش تعطيهن؟ هي كل واحدة لحالها او عندها ابناء من غير النبي، وتعرفون لا يجوز بل يحرم على زوجات النبي ان يتزوجن بعده، ولا عندهن شيء. فقال النبي، شوف قال عمر اني اعطيتهن اكثر، شوفوا البعد، لانهن يتصدقن اكثر. الناس يجونهم هم يتصدقون، يعني انا اعطيكم مثال قريب، يقول انا مسويهم يعني انا اعتبرهم مثل الجمعيات الخيرية، هم يصرفون على الناس. واني لاضمن ان ما يدفعنه زوجات رسول الله للناس اكثر مما اعطيهم انا. يقول في ناس ما تجيني تستحي مني، يروحون عند زوجات النبي، ولذلك ضربت لهن 10,000 درهم حتى يعطينا الفقراء ويتصدقنا من مالهن. ثم اعطى من بعدهم شهداء
او اهل شهداء بدر اهليهم اعطاهم 8000 درهم او دينار. وانا بالمناسبة هنا اعزي اسر الشهداء، عندنا اليوم حقيقة حرب في حدود بلادنا، اسأل الله جلت قدرته ان يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، ونقول لجنودنا ورجال الامن في كل مكان انتم بالنسبة لنا تاج على الرؤوس، ونحفظ لكم حقكم، من مات منهم احسن الله عزاء ذويكم، والدولة والمجتمع والناس، وانا اناشد حتى رجال الاعمال والتجار اللي يقدر يسقط القرض عن هذا المرابط او هذا الشهيد ونحسبهم الله وحسيبهم، او يعطي ابناء هؤلاء، والله انهم يستحقون اقل ما نقدمه. عمر بن الخطاب اعطى ابناء الشهداء 8000 دينار، ثم جلس عمر بن الخطاب يعطي من حضر احد، شوفوا القصة جميلة، اللي حضر غزوة احد يعطيه 5000. عبد الله بن عمر ولده حضرها، فجاء اسامة بن زيد وهو حاضر احد، فعطى اسامة 5000 وعطى ولده عبد الله 4. قال له ابوه، قال له عبد الله يا ابتي وراك تعطي اسامة 5 وتعطيني 4، فانا حاضر احد وهو حاضر احد. قال ان ابوه ان اسامة احب يا رسول الله منك، الرسول يحب اسامة اكثر منك، ويحب ابي اكثر من ابيك، زيد ابوه محبوب عند النبي اكثر من عمر بن الخطاب، فلذلك اعطيته. يقول فحضر رجل ايضا من الصحابة رضي الله عنهم ما حضر احد، فراح واعطاه عمر بن الخطاب 4500. قال طيب حنا اسامة وعرفنا عشان يحبه الرسول اكثر مني وحضر احد، هذا ما حضر تعطيه 4500 وانا تعطيني 4000. قال ان اباه ابوه حضر احدا وثبت يوم احد اكثر من ابيك. هذا ابوه حضر يوم احد وكان ثباته في احد اكثر مني. يا جماعة شفتوا حضارة الاسلام، نبغى نعرف ان الاسلام يرتفع بمثل هذه القيم، وجاء فرض لكل مولود 2000 دينار، ويوم قال 2000 دينار لكل مولود هو يرضع، لكن اذا افطمتهم من الرضاعة عطوا 400 دينار. قال عمر او 400 دينار وهو يرضع، فاذا فطم 2000 دينار. فقام عمر رضي الله عنه وارضاه رأى الناس يفطمون عيالهم بدري عشان يحصلون 2000 دينار. قال ليش؟ قالوا فطمناهم عشان تعطيهم 2000 دينار. قال ابقوا على ما انتم عليه واصرفوا لكل واحد 2000 دينار رغبة في احقاق الحق مع المسلمين، لانك انت اذا ارحت الناس واعطيت الناس اعطى كل ارملة. يا جماعة بيوت بعض المسلمين فيها ارامل، انا متأكد اليوم ان هناك ارامل يسمعنا هذا الكلام، اعطى كل ارملة 500 دينار في الشهر بل واعظم، اعطى كل لقيط احنا ما عرفنا تاريخ اللقطة ووضع الجمعيات لهم الا من سنوات متأخرة. عمر بن الخطاب يصرف 500 دينار لكل لقيط، وبيتا يضع هذا اللقيط فيه ويضع له خادم يخدمه وهو ما زال طفل. يا جماعة اي عقل في هذا الرجل العبقري المخضرم رضي الله عنه وارضاه، يقول انا اربي هذا اللقيط حتى لا يصبح ولد من اولاد الشوارع ويصبح ضحية لضحية الشوارع وضحية الفساد في خارج هذه البيوت، بل وجعل لكل طفل يهودي ونصراني وعجوز يهودية ونصرانية جعل لهم حقوق يأخذونها بالكامل من بيت مال المسلمين. قال والله لئن حييت لا اترك راعي غنم، لا اترك راعي غنم في صيف ولا في شتاء الا اعطيته. ويقول والله لا اترك ارملة ولا عجوزا لا في العراق ولا في الشام ولا في مصر ولا قبطي الا اعطيته من بيت مال المسلمين. وين يتكلمون على عمر؟ وين يقول ان هذا الدين لا يعرف العدل؟ ووعد الناس بالامن، مو بقلنا قالهم لكم علي امن حدودكم وثغوركم؟ اشتغل يا جماعة العسة، اول من اسس العسة بالليل عمر، كان يعس بالليل يدور ويتفقد يشوف المحتاج. بعض الناس يقول عمر كان يتعسس يتجسس، لا 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 لا، عمر يتعسس يتلمس، يبحث عن الفقير عن اللي ما ينام طول الليل. والله لو تطفون انوار البيوت ويمر واحد منا في السكك ليسمع كم من دمعة في تلك البيوت، وكم من نحيب وبكاء ونشيج من هموم وغموم وديون مطلقات وامرأة تقوى عليها زوجها وعقوق ومصائب. عمر بن الخطاب يسير بين البيوت في السكك يتلمس هؤلاء واصحاب الحاجات
ويبحث عنهم. هذا عمر نموذج، نموذج نهضة. يا محمد إن الله اصطفاك، اصطفاك خاتما لأنبيائه ورسله، اصطفاك رسولا لهذه الأمة. فإذا بجبريل من هول الموقف ومحبته لك يضمك، فظننت أن ذلكم الضم أنه جان أي شيطان. لا يا محمد، إنني أنا جبريل. ارفع رأسك إلى السماء، ترى عرشا مهيبا وترى مخلوقا جديدا بالنسبة لك. جبريل له 600 جناح فيه من الجمال والجلال والكمال، أجنحته تتلألأ أنوارا وديباجا ولؤلؤا وغير ذلك، فيراك ربك جل في علاه. نعم يا محمد، إنني جئتك اليوم لنرى لك ونزف لك الرسالة والوحي والسلام من رب العالمين. وتناديك الأمة من بعد ذلك اليوم: محمد عليك الصلاة والسلام. فامتلأت قلوب الكائنات، بل والله امتلأت حتى الجمادات بحبك، فيحن عليك جذع نخلة ويسلم عليك حجر أصم لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لكن الله ملأ قلوبها وملأها حبا لك لأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت إشراق الصباح، وأنت نور الليل وبدره وتمامه، أنت حبيب الله، أنت رسول الله، أنت نبي الله. فيا حبيبنا يا رسول الله، نعم انطلقت بدعوتك وأحزنوك، أحزنوك وآذوك، عذبوك وطردوك، لكنك تعلم أن الله ناصرك. ما تعمك أبو طالب وأنت في أحوج حاجة إليه لينصرك، وتموت الزوجة الحبيبة الرؤومة الرؤوفة، تموت أبو طالب في وقت واحد في عام واحد، كأن الله يقول لك: يا محمد أنا ناصرك، أنا معينك، أنا ربك، أنا مظهرك، أنا رافع لك ذكرك. وتأتي أمام الكعبة وتبكي يا رسول الله، وتسجد عند الكعبة عند قبلتك، ويأتون كفار قريش يؤذونك، لأنهم علموا أن لن يدافع عنك أحد هنا في الأرض، نسوا أن المدافع هو ربك، فوضعوا سل الجزور على ظهرك الشريف، وأنت ساجد لله مقترب تقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. لا مدافع لك من أهل من البشر، فإذا بك ترفع، وإذا بالمرأة الصالحة أم المساكين تمر فيقولون: هذه فاطمة الزهراء، كيف بك، كيف بك يا رسول الله، وهناك محرومون ينظرون إليك، أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، إننا نعلم يا حبيبنا يا رسول الله كأننا بك، وأنت تبكي ودموعك تنزل، عليك الصلاة والسلام، وربك يقول لك: ما ودعك ربك وما قلاه. نعم، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، أنت كنت يتيما فآواك ربك سبحانه وتعالى. قالوا عنك مجنون وسكت، وقالوا عنك شاعر وكاهن، وقلت: يا رب اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، إنك رسول الله، وأنت الذي قلتها بملء فمك: إن معي ربي سيهدين، الله ناصري، الله كافيني، الله
رافعني الله سبحانه وتعالى معي. قلت معي ربي فرفعك ربك وأنت راجع من الطائف، طردوك ضربوك آذوك وأدموك، نعم كأننا بك، وأنت تمشي تهيم يا رسول الله كما قلت عن نفسك وتقول إليك يا ربي أشكو ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ ويأتيك ملك الجبال يخبرك أن الله راض عنك وتقول له لا تطبق عليهم الأخشبين، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وها هي أصلاب الرجال يا رسول الله أخرجت أمما يحبونك ويشهدون أن لا إله إلا الله كما تنبأت وكما أردت وطلبت ربك، ويشهدون أنك أيضا رسول الله قلت يا الله في يوم بدر، فنزل معك 3000 من الملائكة على خيولهم وبسيوفهم يحاربون معك ويثبتون المؤمنين ويدافعون عن هذا الدين. قلت الله معي، فإذا بهم، فإذا بالناس يقبلون على دينك ويشعرون بأنك على حق بل ويؤمنون بذلك. مررت ببنات وبنيات صغار من بنات الأنصار وأنت تدخل المدينة، وحينما دخلتها جئنك البنات فقلت لهن بلسانك العذب وكلماتك النيرات وحنانك المعهود ورحمتك ورأفتك بالخلق، قلت لهؤلاء البنات هل تحببنني؟ فنادينك بصوت واحد نعم نحبك يا رسول الله. وخرج مع البنات رجال وشباب ونساء وأمة عريضة كبيرة اليوم تشهد أنك رسول الله.